السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله عندنا جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول هو الزيارة التي سيقوم بها محمد السادس لمصر للقاء السيسي السفاح بعد زمن طويل من التهرب والاختباء والتقية، بالرغم من أن السياسة واحدة والعرق واحد. ولدينا أيضا موضوع الطاقة الكهربائية التي انقطعت أخبار أكبر محطة لإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة. فعندما نرى حجم المشروع وضخامته، فبالفعل المشروع مشروع عملاق ورصدت له ميزانية ضخمة مهولة. وإذا رأى أي شخص صور وفيديوهات لهذا المشروع لا يسعه إلا أن ينسبه لدولة متقدمة، وهو من المشاريع التي يتفاخر بها الكثير من المطبلين. ونحن كذلك تمنينا لو كان الأمر مثل ما يبدو في ظاهره، ونتفاخر نحن أيضا بهذه الأشياء، لأن المغرب أصبح فعلا الأول على المستوى العربي في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وفقا لدراسة اقتصادية نشرها مؤخرا مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية. الخبر به العديد من التفاصيل، لكن أنا لا أريد الدخول فيها، وسأناقش فقط ما يعنيني، وهو بما أن المشروع الذي تم تمويله من أموال الشعب وفعلا لقي نجاحا كبيرا إلى درجة أن المغرب أصبح من الدول المصدرة للكهرباء، يعني إلى درجة أنه أصبحت صادرات المغرب من الكهرباء تشكل 76% من الكهرباء المستوردة في إسبانيا، حسب مقال آخر سأضع صورة منه على الشاشة نشرته جريدة إسبريس في غشت الماضي. فالسؤال الذي يشغل بالي ويجب أن يطرحه على نفسه كل شخص يصفق للمشاريع الكبرى كيفما كانت بالمغرب، ويهلل ويردد أن المغرب في الطريق الصحيح، فهو ماذا يستفيد المغاربة من هذه المشاريع؟ ما الربح الذي يجنيه المواطن المغربي الذي تم تمويل المشروع بماله وإدخال شركات فرنسية وأجنبية أخرى لتتكلف بإنجاز المشروع؟ فالكهرباء يوما بعد يوم يرتفع ثمنه في المغرب، ومن سيقول غير هذا فهو لا يدفع فاتورة الكهرباء أو يتغاضى عن حقيقة. لأننا أصبحنا نشاهد العديد من المظاهرات التي تندد بالفواتير المرتفعة الثمن والتي لا تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن المغربي. يعني ماذا استفدنا من غير لقب أكبر محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية؟ ألا يجب أن يستفيد المواطن المغربي من الكهرباء بأثمنة مخفضة ونسهل عليه حياته؟ ألا يجب تزويد القرى النائية والمعزولة بالكهرباء، وخاصة بالنسبة لساكنة الأطلس التي تتجمد بردا في كل فصل شتاء، ويكون لديهم أيضا مدفئات كهربائية، ويكون عندهم الكهرباء بثمن رمزي، يستفيدون من خيرات بلادهم؟ وهذا كله لم يحصل، بل يتم تصدير الكهرباء المستخرجة من المغرب بأثمنة الله أعلم بها، والأرباح والعائدات التي يجنيها البلد من هذه التجارة الله أعلم بها أيضا، أين تذهب ومن المستفيد منها؟ ومن هنا نفهم أن الإنسان المغربي هو آخر هم النظام، والمغرب هو عبارة عن رقعة جغرافية، مكان، قطعة لاستخراج الذهب والفوسفات والكهرباء والفضة والغاز والبترول، وكل هذه الأشياء والمواد لا يستفيد منها الإنسان المغربي شيئا واحدا. بل الأدهى من ذلك، إذا احتاج المغرب أي مادة من هذه المواد سيقوم باستيرادها من أي بلد آخر، وليس ببعيد أن يكون البلد الذي سنستورد منه هذه المادة أخذها من أرضنا بالمجان، مثلما يحصل الآن مع الغاز وشركة ساوند انرجي التي تستخرج الغاز من المغرب، لكن المغرب يستورد الغاز من نفس الشركة ولا تحاول أن تفهم شيئا، لأن هذه الأشياء لن تستطيع تفسيرها قبل أن تعرف حقيقة النظام الذي يحكمنا وطريقة تفكيره. دعونا ننتقل إلى الموضوع الثاني، وهو الزيارة المرتقبة التي ينوي محمد السادس القيام بها لمصر، وهذا
له ألف معنى، خصوصا في الفترة الحالية التي نلاحظ فيها تحركات دبلوماسية على الصعيد الإماراتي السعودي المصري الإسرائيلي في اتجاه التطبيع خصوصا، وأن بن زايد كان منذ فترة قصيرة بالمغرب والتقى بمحمد السادس، فمن المرجح أن يزور محمد السادس مصر في نهاية الشهر الحالي زيارة رسمية كي يلتقي بالانقلاب الأول عبد الفتاح السيسي الذي كان محمد السادس يتجنبه في بدايات الانقلاب، ليس لأنه يعارض الانقلاب أو يعارض التوجهات والقرارات ديال السيسي، بل لأن سمعة السيسي الملطخة بالدماء وخصوصا في الفترة التي كان الربيع العربي في بداياته، يعني كان أي تصرف من طرف محمد السادس ولا أي تصريح ولا أي خروج بإمكانه أن يجعل الصحافة العربية كلها تتوجه إلى القصر، والدليل على أن محمد السادس كان مؤيدا للانقلاب هو أنه في الفترة التي أحدث فيها هذا المجرم محرقة رابعة وتعاطفت العديد من شرائح الشعب المغربي مع الثوار المصريين، أذكر جيدا تلك الفترة أنه تم منع التيفوهات داخل الملاعب المغربية التي تحمل شارة رابعة الرافضة لجرائم السيسي والمنددة بكل أعماله الإجرامية، يعني يعني أذكر أنه حتى تم اعتقال بعض الأشخاص الذين كانوا يرتدون بعض تيشيرتات بها شعار رابعة عبارة عن مساندة وتأييد لضحايا رابعة ووقوفهم معهم، يعني فمنع حتى هذه التيشيرتات بل اعتقال أصحابها، هذا يوضح أن هؤلاء الناس يخافون من الحق سواء أكان كلمة أو شعارا أو أقل من هذا بكثير. ويذكر يذكر هذا المقال أن الاستعدادات جارية على المستوى الدبلوماسي ليلتقي محمد السادس والسيسي في القاهرة، ولعل هؤلاء الجبابرة يعلمون علم اليقين أن الشعوب لها ذاكرة السمكة فتنسى بسرعة، فالسيسي الذي كان بالأمس ينظر له من طرف المغاربة على أنه سفاح وقاتل وانقلابي، نسوا شيئا ما كل ما اقترفه وما زال يقترفه، وهذا ما جعل محمد السادس يخرج من جحره ليلاقي الحية ابن عمه غير آبه بأرواح الأبرياء، لكن من يحكم أصلا بطريقة غير شرعية فماذا سيهمه إذا طبع مع انقلابي غير شرعي؟ يعني هو كان يتحين الفرصة ويؤخر الأمر خوفا على سمعته وليس لشيء آخر. أما الآن فإسرائيل مستعجلة وصفقة القرن تنتظر، ومن الأشياء التي تدل على أن النظام المغربي لم يكن معترضا على جرائم السيسي بل كان موافقا عليها هو صمته الرهيب وصمت الإعلام المغربي وعدم رفضه لما حدث بميدان رابعة في مصر وصمت القصر أيضا، إلى أن استفزه أحد قادة الجيش المصري بفيديو عن بوليزاريو، حينها خرج الإعلام المغربي بجميع الشرائط التي توثق جرائم السيسي نشرها على جميع القنوات المغربية، وهذا أيضا دليل على أن النظام يعرف كل التجاوزات والخروقات وكان رافضا لأن يقول قولة حق كلمة حق واحدة إلى أن تم المساس بمصالحه، فأخرج أسلحته بعد أن سحبت مصر تصريحات الجندي واعتذرت، تراجع النظام مرة أخرى عن وصف السيسي بالمجرم ووصف تصرفاته بالجرائم، وفجأة أصبح الموقف المغربي حربائيا محايدا مرة أخرى، ومن سيقول أن المصلحة تستدعي كذا وكذا والبلاد هي الأولى، سأقول له الحق أحق أن يتبع. فإذا حدث ضغط ما من طرف المغاربة ومواقع التواصل أو الشارع المغربي حول هذه الزيارة وتراجع محمد السادس عنها، فاعلم أن الزيارة ستتم لكن بشكل سري مثل ما حصل في شهر مارس الماضي عندما قال نتنياهو أنه سيقابل محمد السادس في المغرب، فكان هناك اعتراض شديد من طرف الشعب المغربي، فما كان من محمد السادس إلا أن
التزم الحياد مرة أخرى وأرسل بوريطة ليلتقي مع بنيامين نتنياهو في نيويورك، ما أكدته العديد من الصحف مؤخرا. يعني فبالرغم من أن وزير التواصل حينها أخبرنا أن هذه مجرد شائعات، إلا أن الخبر الأكيد جاء مع صفقة القرن، ونشرت العديد من المنابر خبر التقاء نتنياهو في السنة الماضية مع بوريطة في لقاء سري. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.